كشفت الفنانة أميرة هاني عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي قبل قليل، وكتبت ردا على سؤال عن سبب وفاته أنه كان يشعر بتعب وإرهاق شديد أمس وتقيق أكثر من مرة، وبعد زيارة إحدى الصيدليات القريبة من منزله فضل الراحة بالفراش حتى يشعر بتحسن، إلا أنه بعد عدة ساعات من عدم الرد على الهاتف وصلت خطيبته بصحبة والدها إلى منزله ليتفاجأ بوجود الشرطة وسيارة الإسعاف، ولكن بعد فوات الأوان. وأكدت وسائل الإعلام في الساعات الأولى من صباح الخميس وفاة الفنان هيثم زكي. نجل الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد داخل منزله بمدينة الشيخ زايد إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكما أكد نقيب المهنة التمثيلية الفنان أشرف زكي وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من فجر الخميس، وكتب إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهنة التمثيلية بصفحته على الفيسبوك: تنهي نقابة المهنة التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي البقاء لله. وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورد بلاغ من خطيبة الفنان المصري بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر الباب الشقة تبين وفاة الفنان. وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.